صباحكم بألف خير مشاهدينا. اليوم صبحيتنا مختلفة، صبحيتنا هي قبل الصبحية اللي بتشوفوها عادة عبر شاشتكم. كيف بنكون عم نحضر حالنا من الميك اب روم؟ اكيد التحضيرات بتبلش من بكير، من بعدها بننتقل كلنا على الاستوديو. حبينا اليوم نصبحكم بالخير من هون، لحتى كمان نصبح بالخير المسؤولين عن التحضيرات. اليوم عنا ندى، صباح الخير. بونجور، صباح الخير. وعنا مصطفى، صباح الخير. يسعد لي صباحكم. وكارلا بهالوقت عم بتظبط جمالها، صباح الخير. هاي غادة. اليوم لكن رح نترافق نحن وياكم مثل العادة عالم الصباح من هلا لغاية الساعة 12 إلا ربع تقريبا، مثل كل نهار جمعة. عنا كثير من الفقرات، عنا كمان مواضيع رح نحكي فيها سوا. خلونا ننتقل لحتى نشوف كيف رح بكمل نهارنا. بحلقة اليوم من عالم الصباح منتابع الأبراج مع كارمن، طبخ صيامة وصحة مع كارلا بخفيف نضيف، آخر أخبار الموضة مع هادية على الموضة، أسئلتكن عن حياتكن العاطفية والزوجية مع مايا ببيت بيوت، ورشة ملح مع الشيف طارق على وصفات جديدة وشهية. قبل ما ننتقل لحتى نكون مع كل الحظوظ وكل الأبراج لليوم، بدي عايد حدا كتير 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 عزيز على قلبي. كارلا يمكن عرفت مين، بنت ربيكا عقبال المية، وبعرف كمان كارلا انه بنتك بهاليومين شهر الجاي ستيفان، لكن عقبال المية ربيكا. وخلينا ننتقل لحتى نسمع كل الأبراج من كارمن، وانا بلاقيكم بعد شوي بالاستوديو. صباحكم بالخير. اليوم الجمعة 26 شباط فبراير، يوم القمر مرافقنا من برج هوائي برج الميزان، والأجواء بعدها جيدة للأبراج الهوائية الميزان الجوزاء وأيضا الدلو. كيف رح بيكون نهارنا؟ مبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك بعد الأجواء ضعيفة كتير، ممنوع عند مولود برج الحمل المجازفة، الحظوظ كتير بعيدة عنك وما بتقدر تتكل عليها. أحسن شيء بتقعد بعد عن المشاكل وبتأجل الأعمال المهمة، يا أما لبكرة بعد الظهر يا أما لبعد بكرة. الأقل حظا 8 9 و 10 نيسان أبريل. ننتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور الأجواء بتحمل عجقة انشغالات، جدول أعمال اليوم يمكن نهارك اليوم طويل، بتحس حالك إنه ما عم بتخلص، بتحس حالك إنه في أمور مربكة وعم تاخذ وقت أكثر من اللازم. انتبه لصحتك وبعد عن المشاكل خاصة مع أصدقائك. 11 12 13 أيار مايو الأكثر حظا. بنكمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء أجواءه اليوم حلوة جيدة، بتحمل لمولود برج الجوزاء بعض المفاجآت السارة من أخبار، يمكن من لقاءات، أو بتسمع خبر أو تليفون اتصال كتير حلو. المهم هيدا نهار ما تتركه يمرق على الفاضي، قوي قلبك وكرر المحاولة. الأكثر حظا مواليد شهر حزيران يونيو. بنكمل مع برج السرطان. إذا قاعد اليوم بالبيت أو مقرر أنك تقعد بالمكتب، حاول أنك تعمل مكتبك تنقول بيتك مريح ترتاح فيه، الجو خلي يكون هادي ولطيف. بعد عن المشاكل يوم نهار خرج يكون فيه، تكون فيه الحركة هادي لطيفة لحتى ما كتير تشتت أفكارك. إذا قاعد بالبيت كمان هيدا نهار بيكون جيد تهتم فيه بالبيت بالمنزل بحالك بعائلتك، المهم حاول تضلك رايق. الأنشط والأوفر حظا بالرغم من هالأجواء المتقلبة 21 22 تموز يوليو. بنكمل مع برج الأسد. احكي مولود برج الأسد، وضح فكرتك لحتى ما يصير في التباسات أو لحتى ما حدا يطالبك بكرة بتوضيح، خاصة بكرة بعد الظهر. الأجواء عندك اليوم تسمح بالتنقل، اليوم في أنت حرك يعني اكتف دايناميك، بتقدر تعمل اللي بدك اياه، بتقدر تروح وتجي وتتحرك وتكتب، انت اليوم صاحب افكار مبدعه، لذلك ما تقعد عاقل، احكي ووضح افكارك ودافع عن حقك. 7 8 9 10 اب اغسطس الاوفر حظا. بنكمل مع برج العذراء. بالنسبه لبرج العذراء اليوم نهار يمكن انت تقعد بينك وبين ذاتك وتعمل فقط حساباتك. اليوم مولود برج العذراء شخص رح بيكون كتير موضوعي، مطلوب منك الموضوعيه والمنطق في تقسيم الاوضاع الماليه.
يعني بتعمل حساباتك، بتعمل جردي شو عليك وشو بدك، رح يخلص الشهر وبالتالي حان الوقت لحتى اليوم يمكن تفكر بهالامور، ما تترك حالك لاخر نهار او اخر ساعه بهيدا الشهر. الاجواء فيها تحمل لمولود برج العذراء بعض المفاوضات الماليه. 13 14 15 ايلول سبتمبر الاوفر حظا. ننتقل لبرج الميزان. بالنسبه لبرج الميزان لانه القمر بعده موجود ببرجك ولانه القمر الموجود ببرجك عم يفتح صفحه جديده، عنوان هالصفحه الجديده من السنه من الشهر العلاقه بمساله صحيه، وبالتالي مغاريب مولود برج الميزان يكون فجاه عم بيقرر يدخل او يدخل حاله بصفحه العلاقه بالصحه، بصحته، رجيم، نمط حياه سليم جديد ومختلف. بعض مواليد برج الميزان يمكن يكون عندهم انطلاقه لصفحه دراسيه جديده أو مهنية جديدة. الأنشط والأوفر حظا هن مواليد شهر أكتوبر تشرين الأول. بنكمل مع برج العقرب. مولود برج العقرب الأجواء عندك تراوح مكانة، في زهق متواصل من امبارح، الأجواء ما فيها خبر، ما في جواب بيشفي غليلك، الأجواء بتزهق فعلا، محبطة أحيانا، مخيبة للأمال. انتبه ما تضيع أموالك، غراضك، ممتلكاتك وحجوزاتك، وكون جدا حذر مولود 19 ل 21 او 22 نوفمبر تشرين الثاني. بنكمل مع برج القوس. بالنسبه لبرج القوس انت موجود بفتره زمنيه هلا قصيره لكنها حلوه، حركه، نغشه جيده ومثمره. هالجو بيتغير تقريبا بكره الظهر، وبالتالي ما كثير عندك وقت للضيعه. حاول تحط ايدك بايد شخص بتعرفك تتكل عليه، اصحابك من حولك، رفع عن نفسك، الاجواء جيده وبتساعدك وبتخدم مصلحتك. بعده الاقل حظا 7 ل 9 ديسمبر. بنكمل مع برج الجدي. بالنسبه لبرج الجدي المسؤوليه بعدها موجوده لكن ما بينخاف عليك وما بينخاف انه ينحط الايد بايدك لانك شخص ريسبونسابل، شخص يتمتع بحس عالي للمسؤولية. الأجواء عند مولود برج الجدي يمكن تحمل لك اليوم مقابلة أو اجتماع وضروري أو امتحان وضروري تكون حاضر 100%. يمكن أفكارك السريعة الحاضرة الناظرة الجاهزة هي اللي بتخلصك من موقف محرج. 10 11 12 كانون الثاني يناير هي الأوفر حظا. وصلنا لبرج الدلو. مولود برج الدلو طالع على باله يغير جو، طالع على باله يرفع عن نفسه، طالع على باله يطرح فكره بقوه وبجراه، فكره كثير غريبه اوريجينال ويسوق لها، ليش لا؟ عندك الجراه وعندك الحظ لتعمل اللي بدك اياه، عندك الجراه الكامله حتى تتخطى عتبه جديده، فما تخاف مولود برج الدلو، الاجواء عندك حلوه كثير اليوم، وبعده مولود كانون الثاني يناير الاوفر حظا. وصلنا لبرج الحوت. بكره الاجواء عند مولود برج الحوت رح بتصير نوعا ما افضل. مولود برج الحوت الاجواء اليوم تطلب منك ترتيبات، هنالك ترتيبات بدك تقوم فيها، يمكن اذا بتشد الهمه شوي وبتحضر شوي شغلك او بتحضر الجو من حولك، بكره وبعد بكره بتصير الجو مأمن النجاح ويمكن حتى امنيتك بتتحقق. اذا اشتغل اليوم على الامور الاساسيه باك to basics، هيدا اللي بيساعد اليوم مولود برج الحوت لحتى يحقق أمنياته في اليومين الثلاثة المقبلين. الأنشط يلي ما بيهدى اللي عنده حظوظ جيدة هو 17 ل 19 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبة لمولود اليوم هيدي سنة جيدة لكن هيدي سنة بدك تتابع فيها أعمالك، ما فيك تتركها مثل ما هي وما فيك تسلمها لشخص غير كفؤ، بدك تكون إنسان فعلا متابع الأمور على البكلي. بدك تهتم بعلاقاتك ايضا لحتى تقدر تتوجها بارتباط او حتى بنجاح. اذار مارس، تموز، يوليو، نوفمبر تشرين الثاني هني افضل الاشهر. الى اللقاء بكره ابراج جديده، باي باي. شكرا لإلي كارمن. اذا مثل وعدتكم نحن رجعنا التقينا من استوديو عالم الصباح بهالوقت. بدي اصبح بالخير الشيف طارق يلي رح بيكون موجود معنا اليوم، كنا بعد ما التقينا صباح الخير.
احنا بلشنا من برا من برا من استوديو مع التحضيرات كثير حلوه اكيد حتى الناس تعرف كيف منكون واي اجواء قبل ما نفوت بس انت حلوه نعمل كل ميك اب ولا ما عملت الميك اب الله يخليك كلك ذوق شو عنا اليوم اليوم رح اعمل طبق اكيد كمان رح ناطر زميلتنا كارلا حتى تجي كارلا اليوم كمان رح بتكون معك رح بتكون معي بالمطبخ بس انا بدي اعمل اليوم شوربه اسمها سبانيش ويدنج سوب هذه تعمل بال فعلا بالافراح الاسبانيه راح اعملها نص قاطع ونص مع اللحم ما هي المفروض تكون عظيم وكارلا كمان لكان وقتها تنضم لك وساندويش كمان الساندويش اسمه مونتي كريستو اللي هو كلاسيكال كثير الناس نسيوا كمان رح نعمله خارج الترويقه اكيد رح نرجع لعندك بعد شوي انما هلا خلونا ناخذ بريك صغير ومثل ما وعدناكم كارلا بتنضم لنا واليوم الاطباق يلي رح بيتم اعدادها مع الشيف طارق هي خاصه بالصيام.